ألف باء تا ألف باء تا. ألف باء تا أحرف تبدأ بها الأبجدية، فهل تتذكرون الأبجدية؟ ألف باء تا سا جيم حا خا عين غين لام ميم نون ياء ها واو. ما بعرفها، ما حفظتها كلها. ألف باء تا سا جا حا خا زا وبس. ها هي ألف باء تا ثاء جيم حاء خاء دال ذا را ذا سين شين صاد ض ط ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. A B C D E F G S I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. تعرفيها بالعربي؟ لا. نسبة كبيرة من الشعب اللبناني نسيت الأبجدية، علماً أن لبنان ومنذ عام 2012 هو البلد الوحيد الذي يحتفل بعيد الأبجدية بعد اقتراح قانون قدمه النائب نعمت الله أبي نصر، وصوت النواب بالإجماع على هذا الاقتراح وخصص 11 من آذار عيداً للأبجدية. في أي نائب مثلاً اعترض بعدين رجع صوت، أو كل النواب صوتوا على القانون؟ لا، ما كلهم وافقوا، بس في ناس، في بعض انه استغربوا انه عيد الابجديه، شو فايقك عيد الابجديه، وصوتوا. ونحن الوحيدين اللي قلنا حق نعيد للابجديه، لان نحن كنا وراء انتشارها في العالم القديم. هل حضرتك بتعتبر انه في اي نائب ما بيعرف الابجديه؟ لا، ما بعتقد هالقد. الأبجدية هي اللي هي الألف باء تاء سا جيم حاء، هيدي الأبجدية. نعم. إيه. بتعتقد في أي نائب ما بيعرفها؟ لا، النوابنا عندهم حد أدنى من البشوة. مش معقول، مش معقول. أبجد هوس حطي كلمه شكل الأستاذ بقى منسجم، أبجد هوس حطي كلمه شكل الأستاذ بقى منسجم. ما بعرف الأبجدية العرب. ليه؟ ما بعرفها. بس يعني ألف باء. لا لا، ما بعرف. كفي معي. ولا ممكن. ألف باء. شو؟ ألف باء تاء سا حاء جا خال، ما بعرف عن جد. إلي شي 50 سنة مش قايلها يعني. كن أنتوا عندكم مراء إنه تتعاملوا مع النواب بطريقة أحياناً في عدم احترام. ألف باء تاء سا. منيحة هي؟ خلص بكفي. هذا امتحان جديد. معقول أنا بدي أقول أبجدية بالعربي إذا بدي أقول ألف باء تاء سا؟ وبعرفها بأبجد هوز، وبعرفها بألف باء تاء سا، وتعلمتها بالمدرسة. ألف باء تاء سا، شو بدك أكتر من هيك؟ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال راء زين سين شين صاد ض ط ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو لملاف ياء. هلا قولوا يمكن غلط بوحدة قبل وحدة كذا، مش ظابطة، بس إنه حافظها عن جد حافظها. عيد الأبجدية بتعطيها لأستاذ نعمت الله، هو أقرها. مفترض يعرفوا، إذا ما بيعرفوا معناتها منو النواب، معناتها متطفلين على النيابة. خلص منقطع لهم إياها. قطعها. لو أبوك حضر ويانا وشافوا زمع الغنى ده معانا، أنا اللي حصبح في خبر كان بدل ما هي رعاق صرم. من صوتوا على عيد الأبجدية رسبوا في الامتحان، فبعد رسوبهم في النشيد الوطني رسبوا مجدداً في فك حروف الأبجدية. ليال بوموسى، قناة الجديد.